ليش كتار بيصلوا ولا يستجابوا؟ لأن بكل بساطة كتار عم بيشركوا أسماء أخرى مع اسم الرب إلى جانب اسم الرب، أصبح اسم الرب خليط من ضمن أسماء أخرى، أصبح موازي لأسماء أخرى. والكتاب حصر الطلب باسم واحد، بيقول إن سألتم شيئا باسمي مش باسم آخر فإني أفعله. ليس اسم آخر ينبغي به أن نخلص أو أن نصلي بهذا الاسم غير اسم المسيح. مشان هيك ما فيك تكون مقضي عمرك كله عم بتردد صلوات لأسماء أخرى وتتوقع الرب يستجيب بس تطلب باسمه، لأنه اسم الرب منه آخر ورقة بتلعبها بعد ما كل الأسماء بتخيب. بيقول الرب بإشعياء 42، بيقول أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات. لا أعطيه لآخر يعني مستحيل أنه حدا تاني ينوب عن هذا الاسم مهما علي شأنه.